بونجور ميزامي، كومون سافا؟ معاكم مس رشا، معلميتكم للغة الفرنسية، فوتخ بروف دو فرونسي. إذا هذه هي ورقة العمل، فوي دو ترافاي، داكار. رح نحلها مع بعض، أو أنتوا رح تحلوها وتبعتوا لي إياها، أنا بس هلأ رح أقرأ لكم إياها. First question, répondez aux questions suivantes. Répondez aux questions suivantes. أجب عن الأسئلة التالية. Mais, honneur, les jours de la semaine. هل إحنا عندنا هدول أيام الأسبوع، بس بدنا نحطها بالشكل المناسب أو بالترتيب المناسب. يعني مثلا يوم الأحد، شو بيجي بعدي يوم الاثنين، يوم الثلاثة، يوم الأربعة، وهكذا. فهون أنا حطيت يوم الاثنين اللي هو لاندي. What we have after lundi? Okay. Here, nous avons dimanche, mercredi, vendredi, mardi, lundi, samedi, jeudi. D'accord? إذا هون لازم نحطهم بالترتيب المناسب. B. Choisissez la bonne réponse. اختر الإجابة الصحيحة. Quel est le jour après mardi? شو اليوم اللي بيجي بعد mardi? What we have after mardi? Mercredi or dimanche? Here. Le jour où tu es à la maison. اليوم اللي احنا بنكون فيه بالبيت او بيكون في عندنا فيه vacances. Lundi or vendredi? Here, combien de jours y a-t-il dans une semaine? كم يوم الأسبوع يحتوي على كم يوم؟ الأسبوع يحتوي على كم يوم؟ Nous avons 7 jours, 7 أيام, 7 jours or 10 jours. Aujourd'hui, c'est اليوم هو dimanche ou lundi. اليوم هو الأحد أو الاثنين، أي يوم، في أي يوم نحن. طيب السؤال الثاني، nous allons faire la peinture. إحنا هون رح نلون. Colorer sinon la couleur indiquée. رح نلون حسب اللون المطلوب. Bleu, noir, jaune, vert, blanc, noir, noir, bleu, blanc, noir, rouge, bleu, vert, bleu. Ils ont coloré selon la couleur indiquée. Ils ont hadihiye ورقة العمل, your worksheet. حلوها وابعتوا لي اياها عن طريق الايميل. اوكي حبايبي، بستنى منكم كلياتكم انكم تحلوها لانكم كتير شطورين وانا كتير اشتقت لكم. Alors, c'est fini, خلاص finished. C'est fini pour aujourd'hui. Au revoir.